السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كي دايرين؟ اخباركم؟ داز نهاركم بخير وعلى خير. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح لكل الاخوه الاخوات. كنشكركم كامل الاخوه الاخوات اللي كيدعمونا وكيساندونا وكيوقفوا معانا. كان اليوم اخوتي اخواتاتي غادي ندير معاكم واحد العصير، عصير ديال الباربا والليمون. هاد الباربا كتجي زوينه تبارك الله، وهي من الخضار الصيفيه، كتقوي المناعه ورائعه. عندي هنايا قبل نبدا، عندي هنا الباربة سلقتها واحد شوية، عندي هنا السكر اللي بغا يزيد السكر يزيدو، عندي هنايا عصير ديال الليمون. ندعو على بركة الله، بسم الله. نديرو الباربة، بسم الله. نديرو عصير الليمون. عصير الليمون مع الباربة كيجي هائل وكيقوي المناعة، صح. حتى المي السكر، المي فقر الدم. غندير واحد شويه السكر حيت شويه الليمون شويه مبسوس، قويش حتى عنقه صغيره. غادي نخلطو ان شاء الله. قلت لكم الفوائد ديالها زوينه زوينه، كيقوي المناعه، كيساعد على نمو العقل. الفوائد كثيره خاصنا ندرسو عليها. دابا غادي نطحنو ان شاء الله، انتوما معايا. هيا كيطحن خوتي، صافي. هاي البيز بعدا كيجي مشروب رائع اخوتي، والله الا مشروب رائع. صبوه في كيسان، كما قلت لكم اخوتي اخواتاتي، هذا المشروب رائع كيجي، كنتمنى يعجبكم. ومشروب صحي، ونديرو في وليداتنا في وقت الدراسه، في وقت هذا البرد هذا كيقوي المناعه مزيان. وكنشكركم على التتبع، والى اللقاء. سلامه.